على مزيكا فام. على ان سلام، ايش حالكم اليوم؟ ما فماش جديد يهمكم، اتهنوا جست باش يبدا في بالكم. هاكا راهو بن علي بعث جواب، ما فيه شيء جديد، مسلم عليكم وقالكم راني لاباس وصح ستار. بون هو يحكي بنحنو مش انا، تحسوا سانتوتي لو باب يحكي معاك. قالكم نحنا لاباس ويا جبل ما يهزك ريح، وقد خدمنا البلاد ولم نساوم على سيادتها، دونك كان وتات فتقناكم من بعضكم في ثنية مش مشكل ما بيناتناش. المهم رانا لاباس وعائد بحول الله، اي ظرف يعمل لواش غادي، وما نحبوش نوليو موضوع للتوظيف والاستثمار السياسي. معنى كيما نقولوا نحنا قصبونوا لجماعة فونداسيون القلوب الرحيمة وشبكة انقذوا بن علي. هذا بالطبيعة كان الرسالة صحيحة، خاطر حتى شيء ما يدل عليه هذا، والحكاية كلها مربوطة بتل، وانا من رأيي نلتخوها شي لبيلة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية سلمى اللومي استقالت، وهكا تولي ثالث شخص يستقيل من منصب مدير الديوان الرئاسي متاع البيجي، وبذلك تلتحق رئاسة الديوان الرئاسي متاع البيجي بصفوف المهن الهشة، وذلك بعد التحاق منصب الممثل الشخصي بصفوف الوظائف الوهمية ومنصب مفتي الجمهورية بشركات البيئة والغراسة. حظ عنيد يطارد أبناء المدرب البيجي قايد سبسي في هذه المباراة، وهذا يعكس الأجواء اللي كانت متعكرة خلال حصص التدريب. فقد أفادتنا مصادر جد مطلعة في الحديقة خاء أن المدرب المحنك فرض على اللاعبين أن ولده يكون قلب هجوم، ولا هو صانع ألعاب؟ شكون هو اللي يقودهم الكل في الكورة؟ هذاك هو شكون؟ نوف. هذاك هو حسيب قال لهم يا تحطوا ولدي نوف، رغم اللي ظهر لي تهز تنفض أحمد الديس في بالي. حنا فاس حنا في هاي من غير ما مش مهم، المثال مهم. حسيب قال لهم يا تحطوا ولدي غادي يا براوح البارك مسكر. ويبدو حسب نتائج الموسم الحالي أنه باش يكمل مسيرته التدريبية في أحد نوادي القسم الثالث الإماراتي، وباش يودع الألقاب. هاكا في بالكم. بالنسبة للجرائد ما عندي ما نجيب لكم، أما نحب نقدم لكم مولود جديد جاني وتلبارح بالبريد. تعرفوه الموقع الساخر الحدود، أو كحاجة كيما الإخباس متاعنا ولوغوغافي الفرنساوي، موقع متاع أخبار هزلية مفبركة قوامها النقد الساخر. أما هذا موقع مختص في العالم العربي وحاجة لوكس. هم خرجوا جريدة اسمها أوراق الحدود، وانا نفرح برشا كي نلقى زميل ينور الوجه في هذا العالم الموحش. هاي الجريدة لصاحبها الأستاذ أبو ستيف بكر علي أحمد اللوز، ورئيس تحرير الأستاذ مصطفى بكر علي أحمد اللوز، وكذلك المدير المسؤول الدكتور جميل بكر علي أحمد اللوز، بارك الله فيهم كل. وتقرؤون فيها الأخبار. الإمارات تتعاقد مع إنفلونسر كبير للترويج لها كدولة تسامح ومحبة وأخوة. السيسي يؤكد للمصريين أن هذا آخر تعديل دستوري ستشهده البلاد، ولن يسمح للدستور بإزعاجهم بعدها. كذلك في صفحات الصحية، السرطان، الإيدز، الموت وأمراض أخرى تعالجها حبة البركة. إضافة إلى فقرة الأبراج والكلمات المتقاطعة، نرحبوا بهذا المولود الجديد اللي يؤثث وتزدان، وهذوك إن شاء الله يتربى في عز الصحافة العربية وفي مناخ الحرية. عمالة